لما يمكن شوف انا درت انتخابات وكيلة لائحة في الحي الحسني في 2016 وشفت الحرب اللي دارت علينا والسيناريو الذي تم تهيئه هو كان واضحا باش حزب اخر هو اللي يحتل المرتبة الاولى وهذا الشيء عشناه. انا بالنسبة لي الحكومة ديال الاستاذ عزيز اخنوش من اسوأ الحكومات التي مرت أسوأ. من أسوأ الحكومات التي مرت في تاريخ المغرب المعاصر. أمينة بوعياش رئيسة مؤسسة دستورية لم تحترم في نظري اختصاصات ديال هذه المؤسسة. زوار الموقع مرحبا بكم في هذه الحلقة، نستضيف من خلالها عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المحامية أمينة ماء العينين البرلمانية السابقة. للا أمينة مرحبا بك. مرحبا سي حميد. رمضان مبارك سعيد. بارك الله فيك. وعيد سعيد. العيد قرب ان شاء الله. كلشي مزيان. بارك الله فيك. مزيان الله يحفظك أمينة. للا أمينة محامية في التمرين. محامية في التمرين. اولا كنهنئك. الله يحفظك. بارك الله. كنهنئك وتستحقي. شكرا جزيلا. بما حوج يعني هذا الجسم هذا يعني الرائع لشخصية يعني بحالك تبارك الله مشهود لك بالكفاءة الفكرية والمعرفية، فكنهنئك مرة أخرى بمنتهى يعني الصدق والمسؤولية. للا أمينة غادي نناقشوا مدونة الأسرة، طبعا هذا حديث يشغل بال المغاربة، غنعرجوا كذلك على التجربة الحكومية ضروري ديال الأستاذ عزيز أخنوش، وغادي نوقفوا طبعا على التجربة ديال حزب العدالة والتنمية في نسختيه الأستاذ عبد الإله بن كيران والأستاذ سعد الدين العثماني. ولكن لا بأس نبدأ بحدث كذلك دائما يشغل بال المغاربة. المغاربة عرفوا تاريخيا بحبهم الشديد للقضية الفلسطينية. أستاذة أمينة أكيد تتبعين التطورات الأخيرة ديال القضية الفلسطينية، كيف تنظر أستاذة أمينة التطورات الأخيرة؟ هو في الحقيقة الأستاذ حميد شكرا على الاستضافة، الانشغال الأكبر والأولوية الكبيرة بالنسبة لي كما بالنسبة لي كل من يجد موقعه في هذا العالم بين أن تكون مع الحق أو أن تكون مع الباطل، تكون مع الخير أو أن تكون مع الشر. دابا هذه القضية الفلسطينية والمنعطف الذي أخذته خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى المباركة وما أعقبها من إبادة جماعية، خلينا نسميها بالاسم القانوني ديالها، هي عملية إبادة جماعية تجتمع فيها كل أركان جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة وجرائم العدوان كلها المتوفرة فيها بموجب نظام روما الأساسي اللي هو النظام الأساسي ديال محكمة الجنايات الدولية. خصنا نبقاو نلح على ذلك باش حتى لا يكون هناك إفلات من العقاب، وأنا لا أظن بأن سياسة الإفلات من العقاب ستستمر. إذن هو التوصيف القانوني ديال هذه الأفعال، ثم نزيد عليها أنها أفعال إرهابية مسلطة من كيان بمثابة الدولة ضد شعب أعزل، وحتى الناس اللي كانوا كيشككوا في هذه المسائل الآن أعتقد أنه وقع لهم إحراج أخلاقي حقيقي مع التطورات وما وصل إليه. هذوك الناس أصيبوا بالجنون، أصبح ما يحدث اليوم في قطاع غزة فوق الوصف، ولم يكن أحد يتصور أن على الأقل صفة الإنسانية التي تجمعنا كان ممكن أن تؤدي بشي واحد اللي عنده صفة بشر أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم. فللأسف الشديد طبعا هذا اللي احنا فيه اليوم بالضبط، خصوصا بعد هذه الاستهدافات الآن الناس اللي كتجويع الترهيب القتل وحشية، داك الشيء أصبح فوق الوصف. ما بقاش مازال بالنسبة لي مخلي مواقع للانحيازات غير واضحة، راه يا إما أن تنحاز إلى جانب الحق لأن هذا الشيء سيستتبعه أمور كثيرة بالنسبة لمسار البشرية والإنسانية ماشي غير الشعوب والدول والتوازنات السياسية الدولية، يا إما أنك غتنحاز لجهة أخرى وبالتأكيد التداعيات ديالو غتجي على الجميع. لذلك أنا أتصور بأنه العالم اليوم الذي يستفيق ضميره وهذا إيجابي وعودة نبض الشعوب ومحاولة أن تؤثر في السياسات ديال الإدارات ديالها، لأنه اليوم المسؤول الحقيقي على هذه الحرب ماشي فقط الكيان الوحشي الإسرائيلي ومن يدعمه خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اليوم في إحراج أخلاقي وقانوني كبير ماشي جديد عليها، كذلك بريطانيا وباقي الدول. اليوم هذا الشيء الذي يحدث هو نسف لنموذج في الحقيقة تمشينا عليه على هذا كوكب الأرض لفترة من الزمن. هذا النموذج الليبرالي الرأسمالي الذي أنتج منظومة حقوقية وقيمية نتفقوا معها ولا نختلفوا معها، ولكنها نشأت ودارت أسس وقواعد وحكمت
العلاقات الإنسانية بغينا ولا كرهنا حسب الموقع ديالك منها، ولكن متأثرين بها جميعا. وأصلا شكل الدولة اللي احنا فيه، النظرية العامة، القوانين الدستورية اللي كتحكمنا، نظريات المؤسسة الديمقراطية، هادشي كله راه إنتاج واحد المنظومة اللي قامت على واحد التوجه، واحد نموذج قيمي الآن وصل إلى المدى ديالو وأصبح ينهار. وهذا الشيء غيكون عنده نتيجة فيما بعد. لذلك أنا كنتصور بأن اليوم الموقع ديالنا أننا نلقاو انطلاقا من منظومتنا القيمية والأخلاقية والسياسية والدينية والمرجعية، نلقاو موقع ديالنا في النموذج الذي سيقوم بعد ما حدث، لأن هذا الشيء اللي كيوقع ماشي سهل، ما يمكنش يدوز غير هكا. كنفهم من التدخل ولا الجواب ديالكم للأمينة بأن المقاومة لم تخطئ طبعا يوم 7 اكتوبر. شوف الذي يزايد اليوم على المقاومه ويقول حيت كان ربما تبعتي الامينه في يعني المستهل ولا في ديك اللحظه كان نقاش مطروح ديال او ديال المقاومه وغامره بالشعب وكذا. ماشي جديد، اولا هادشي ماشي جديد على كل حركات المقاومه والتحرر في العالم، ما عمر ما كانت شي حركه مقاومه وتحرر اللي عاده ما تكون مستضعفه من طرف هذيك القوى الاستعماريه ولا القوى الغاصبه، ما عمرها ما كانت في موقع قوه. خذ بعدا من تاريخ الانسانيه ثم تاريخ الاسلام، كيف بدات الدعوه المحمديه صلى الله عليه وسلم ورساله الصحابه مع الموازين القوى اللي كانت. جينا للمغرب باش ما نمشيوش بعيد، حنا في تاريخنا المغرب كيف كانت الحركة الوطنية ومقاومة الاستعمار، وأنا سميتي ماء العينين وأعرف أيضا جزء من 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 من, من, من مقاومة الاستعمار اللي عاشتها العائلة ديالي وغيرها. هاد الناس كيفاش كانوا موازين القوى تجاه القوى المحتلة؟ كانت بدأت صغيرة وصارت كبيرة، وكيهزوا ديك المكاحل ديالهم وكيطلعوا في العود وكيطلعوا وكيمشيو كيديروا العمليات الفدائية هنايا في الدار البيضاء وفي غيرها. واضحة للأمينة واضحة بنفس المنطقة، ولكن هذيك حركات التحرر وحركات المقاومة هي التي في النهاية تنتصر، وهي التي لحدود الساعة منتصر المقاومة، منتصرة جدا، غيرت مقاليد القوى. ما ناخذوش حنايا عدد الشهداء الكبير جدا وعدد الجرحى اللي هو كارثي وفاجعة وما يمكنش نستهنوا به، ولكنه الثمن الذي اختار هذاك الشعب الفلسطيني الراسخ والصامد أن يؤديه كما أدته شعوب كثيرة لينال استقلاله وتحرره. واليوم أنا بالنسبة لي غير موازين القوى. دابا هذا الشيء اللي دان من طوفان الأقصى إلى الآن مازال ما غاديش تشوفوا النتائج ديالو الآن، سيكون تجنيا أن نتسرع بالتحليل وأن نتسم بالخفة ونقولوا إيوا شنو داروها هما مشاو جابوا قد قد ديال 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 الشهداء. لا، مازال هذا الشيء إن شاء الله النتائج ديالو ستكون على المدى البعيد. أستاذ أمينة، معرض الحديث ديالك والجواب ديالك شرتي المسألة ديال لن تفلت إسرائيل من المساءلة والعقاب، كيف أنت أستاذة يعني كتعرفي في القانون والقانون الدولي وحتى على مستوى الواقع شفنا العديد من القرارات ديال مجلس الأمن اللي كانت صادرة في حق إسرائيل ولا تنفذ، إلى جانب أن القوى العظمى تسند إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حتى إذا ثبتت جريمة. كيف يمكن مساءلة إسرائيل؟ واش كاين إمكانية؟ هل المجتمع الدولي يعني في مستوى يسأل ويرتب جزاءات على إسرائيل؟ شوف التوازنات الدولية سي حميد، كما هي التحولات الجيوستراتيجية عادة لا تتسم بالاستقرار دائما. شوف بزاف ديال القضايا كبرى وشوف التحولات اللي كتعرفها، ما يمكنش دائما تكون في إسرائيل. استفادت منذ نشأتها وحتى قبله من الدعم ديال المنظومة الغربية بشكل عام، ثم استفادت أيضا من الضعف والتراجع الكبير ديال الدول العربية والدول الإسلامية التي احتضنت هذه القضية من البداية ديالها، ومشات بحال إلا قلتي أسست بمنطق فرض القوة مسنودة بالسلاح ومسنودة بالدعم السياسي لواحد الواقع. هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، لكن نحن كمناضلين وكسياسيين وكمؤمنين قبل أن نكون هذا كله كنقولوا صافي هذا الظلم سوف يستمر بهذه الطريقة، لأن إسرائيل عندها المقومات ومسنودة من قوى استكبار كتدعمها وكل شيء. لا يمكن. أنا بالنسبة لي الآن الذي يحدث هناك تحولات سيكون لها نتيجة، والمؤشرات ديالها كاينة. مجلس الأمن راه الإحراجات فيه مستمرة، حتى هذيك الهندسة ديال استعمال حق الفيتو وداكشي لا أتصور بأنه سيستمر مازال طويلا. هذه من مراجعات الهيكلية اللي خصها الدار لنظام جاء بعد الحرب العالمية صحيح الثانية والتوازنات من الكوارث صحيح. ثم شوف التحرك ديال محكمة العدل الدولية. طبعا حنايا
كعرب وكمسلمين بشكل عام كنشوفوا هذا الشيء كنقولوا واه داك الشيء غير شكليات وما كيكونش عنده اثر شحال ديال القرارات. ولكن التحرك ديال محكمه العدل الدوليه الاخير والاحراج الذي اصبحت تصاب به اسرائيل، محكمه الجنايات الدوليه التي لا اتصور بانه، لان هذيك دول وهذيك اشخاص، محكمه الجنايات الدوليه لا اتصور بانه سيستمر افلات المسؤولين عن الاباده الجماعيه وعن الحروب ضد الانسانيه وجرائم الحرب في اسرائيل من الافلات من العقاب كاشخاص. ومازال غنشوفوا المضايقات التي سيتعرضون لها فيما بعد، لان نظام محكمه الجنايات الدوليه براسه محرج واحد كيتابع عمر البشير بدعوى مرتكبه في دارفور، ما يقدش يتابع نتنياهو ويتابع الحرب. الان هذا الحرج كاين ومتحصل، وتتهم هذه المحاكم بالانتقائيه، لان هذه كلها انظمه كما قلت لك افرزها نموذج، هذاك النموذج بدا ينهار بالتاكيد غتجي على اثره شي حاجه اخرى. للأمينة، مستقبل العلاقات المغربيه الاسرائيليه او تحديدا التطبيع على ضوء التطورات والمسائله، كيف تنظر استاذه أمينة المستقبل التطبيع في المغرب؟ التطبيع شوف اول شي حظوظ ولا المسار ديالو او اللي كيسميوه استئناف العلاقات مع الكيان الاسرائيلي ماشي جديد عندنا. راه حنا ديجا فتحنا مكتب تواصل، ما يسمى مكتب التواصل الاسرائيلي، وسديناه مع الانتفاضه في 2002. اليوم طبعا هذا المكتب هنايا في المغرب ما تسدش بصفتنا رسميه، هذا ما كنا نتمناه، ولكن هذيك الهروب وهذه الوضعيه الشاده هي راه معبره ودالة. انا كنتصور بانه اليوم لم يعد هناك اي مبرر ولا اي ذريعه لكي تستمر هذا النوع ديال العلاقات مع كيان، انا ما نعرفش دابا بحال هذا الكيان الذي يتسم بما يتسم به الان، وهو يقصف الابرياء اللي كيمشيو يقلبوا على اكياس الطحين، كيفاش مازال انت ممكن تطمع منه اي نوع من المصلحه، كان عندها بعد سياسي او اقتصادي او هذوك تاريخهم هو تاريخ الغدر. وانا بالنسبه لي الدوله المغربيه والشعب المغربي بمقوماته الحضاريه والثقافيه، وامه ضاربه بجذورها في التاريخ، وعانينا وقسينا من استعمارين بجوج ومن تكالب القوى ومن الجوار المتحول، استطعنا دائما حنايا بمقوماتنا الذاتيه الامه المغربيه، انا غنتكلم مازال على هذا الشيء لانه بحال هذه المفاهيم خصنا نعاودوا نحيوها، بما اتسمت به من قوه وتماسك وتجذر في التاريخ، ونظام مغربي سياسي ماشي ساهل نهائيا في خصوصيته وفي تجذره. غنجيو حنا لسنا في حاجه، غنجيو حنا نحتاجوا لمن؟ لكيان بحال هذا الكيان اللي اي اقتراب منه لا يمكن ان يشكل الا احراجا اخلاقيا. ولكن استاذ قبل ما واضح، ولكن استاذ امينه واش ما كنتوش عارفين هذا الشيء ولا ما اخطاتمش ولا اساتم التقدير؟ يعني ملي قبلتوا التطبيع هذا الشيء نوقش كثيرا، وراه من الوضعيه ديال الحزب اليوم جزء كبير منها راه نتج عن هذاك. اولا كاين فرق بين ان نناقش الحزب كحزب وان نناقش توقيع ديال الدكتور سعد العثماني كرئيس حكومه، لانه خلينا نكون معك واضحه، هذا ماشي تهرب من المسؤوليه ولا. ودابا السؤال، واش هذا القرار دار في مؤسسات الحزب؟ ما دار، واش الحزب اصلا كان سايق اخبار؟ راه كلنا فوجئنا بتلك الصوره ديال رئيس الحكومه يوقع بتلك الطريقه، كلنا تفاجئنا. التدبير ديال الحزب لما اعقب ذلك مع حكومة اللي مازال كان الاخ الدكتور سعد العثماني امين عام، كنظن كانت فيه اخطاء، لان الامانه العامه ارتبكت في اشنو دير؟ منين يسقط المسؤوليات؟ منين خرج هذاك الشيء يسقط المسؤولية؟ كان النقاش بين واش سعد العثماني بصفته رئيس حكومه ويسر بصفته، لا سؤال واضح، هل يسقط هذا المسؤوليه؟ باش نحطك في السياق، سعد الدين العثماني لم يختاره يعني قواعد الاحرار ولا البام، اختاروه المناضلين ديال الحزب العداله والتنميه، بمعنى صالح ولا طالح خذا قرارات كتبقى مسؤوليه ديال الحزب، ما يمكنش واحد بغيتي رايي الشخصي. لا نقول لك بغيتي رايي الشخصي السي حميد في هذا الشيء بكل موضوعيه. الدكتور سعد الدين العثماني في الموقف الذي وجد فيه ممثلا لرئاسه الحكومه المغربيه في علاقته مع جلاله الملك والقرار في المستويات التي اتخذ فيها، شخصيا لا اظن بانه كانت عنده خيارات كبيره في هذيك اللحظه، حسب الحيثيات اللي سمعنا فيها التوقيع، لانه انا ما عنديش المعلومه كيفاش فوقاش عرف الدكتور سعد الدين انه سيكون مسؤولا على التوقيع، واش تفاجئ ولا ما تفاجئش، انا هذاك الشيء ما عنديش فيه معلومه واضحه في الكلام. لا غير واحد فكره لالا امينه، ولكن هي التوقيع مسؤوليه الدوله المغربيه، وسعد الدين العثماني كرئيس حكومه كان جزء من منها. لا حزب العداله والتنميه، سعد حزب، هذا حزب انتخبه المغاربه، جابوه المغاربه باش ينفذ واحد البرنامج، وكان كيهضر مع، ومن جمله الاشياء اللي يعني قوات الرصيد السياسي والاخلاقي ديال الحزب
من جملة القضية الفلسطينية. الحزب ما عمره ما بدل موقفه من ناسي حميد. لا انا عاد خلي الوطني رفض التطبيع واستمرينا في رفض التطبيع. عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحيم بوعبيد نموذج. ناخذوا جوج حوايج، ناخذوا عبد الرحيم بوعبيد وناخذوا السي محمد موقفه من الاستفتاء وناخذوا السي محمد بوستة، ناخذوا السي محمد بوستة بجوج. حسن الثاني يعني كان كنا كنعرفوا الحسن الثاني وما ادراك ما الحسن الثاني، وقال من استفتيوا على الصحراء، قال له عبد الرحيم بوعبيد معروف هذا الشيء وكلفه السجن. محمد بوستة، محمد بوستة الحسن الثاني بغى البصري يكون معاه في الحكومه، رفض ومشى عنده قال علاش 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 حزب عداله التنميه ما خداش موقف ديال عبد الرحيم بوعبيد ولا بوستة؟ شوف استاذ حميد، العداله التنميه اخطا في محطات ماشي غير في هذيك. اخطانا انا بالنسبه لي كحزب في تدبير البلوكاج وما اعقبه بعد الاعفاء ديال الامين العام، دخلنا الحكومه بطريقه مختلفه، جات عاوتاني القضيه ديال التطبيع. انا لا انفي الاخطاء التي ارتكبها الحزب ولا ابرر للدكتور سعد العثماني، ما نبررلوش، ولكن انا كنعتقد اننا ارتبكنا بعده. لو انه دبرنا الامور بطريقه مختلفه كان، ولكن في كل الحالات هل تغير موقف حزب العداله والتنميه من التطبيع من القضيه الفلسطينيه؟ لم يتغير. هل تغير حضوره وتعبئته ودعمه للقضيه؟ لم يتغير. هل اعتذرنا الى كان صدر علينا واحد تقدير خاطئ تسبوا فيه حيتيات معينه؟ راه اعتذرنا، راه اعتذرنا. دابا السي حميد انا نسولك، واخا دار هذاك الخطا بالنسبه لحزبين عندهم امتداد ومعروف تاريخهم القضيه الفلسطينيه، ما كاينش شي واحد يزايد عليه، شنو نديروا؟ نقولوا صافي سير دابا انت ولي في صف اسرائيل، حيد من صف القوى الوطنيه التي تدافع عن المقاومه وعن القضيه الفلسطينيه. لا ماشي هذا هو دابا المغاربه راهم فهموا. لا ماشي هذا هو المقصود استاذه امينه. المقصود وانا نبغي هذا المغاربه، شوف المغاربه عندهم واحد الميزه رائعه وما كنظنش تختلفوا معايا فيها. المغاربه اللي كيعرف قينت المغاربه، المغاربه من تغلط اعتذر له المغرب، المغاربه كيقبلوا الاعتذار. اذا غير باش نقولوا انه كان قرار دوله. لا استاذ بن كيران الامين العام فسر هذا الشيء، رجعتي الفيديوهات ديالو. لا ما فسرهاش كما يكفي. انا اعتقد، انا نقول لك الا سمحتي لي استاذه امينه وكنطلبك، لا اعتذار خجول، اعتذار فيه النقاش ديال الدوله والدوله وما عندنا ما نديرو. هذا هو راه هو الحقيقه سي حميد، راك انت يا في نظام. انا بغيت نتخيل معك، راه هذا القرار هو قرار ديال الدوله. انا نذكرك بواحد الحاجه. لا ماشي قرار الدوله، ما قلتلكش لا. لا غير انا بغيت نعطيك عاد تصور. الامانه العامه جات درت موقف ديالها ياك، ودرنا واحد البيان شهير عرفتيه، ثم صدر في مواجهته بلاغ ديال 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 القصر. شنو قال لنا؟ راه كانت الرساله فيه واضحه. شوف حنا حزب سياسي كنشتغلوا في ظل توازنات. جاوب سي بن كيران، حنا ماشي بوحدنا. لا جاوب سي بن كيران، جاوبنا حنا. لا سؤال، سؤال. لا خليك معايا وحده بوحده. راه المشكل فين كاين في البلاد؟ دار بلاغ الديوان الملكي، دار بلاغ، والرد اللي دار سي بن كيران راه اقوى من البلاغ اللي درته. وشنو كانت العاقبه؟ لا شيء. هذا السجن. شوف عافاك اختي امينه، استاذ امينه، حنا راه حنا في بلدين، حنا في بلدين حنا مؤمنين به. انا بغيت نسولك، خلي هذوك اللي كيبداو كيصوروا لنا. لا نسولك استاذ امينه، وهذا هو المشكل استاذ امينه. انا نقول لك استاذ بن كيران، انا خليني نطرح عليك سؤال بطريقه جوهري. لنتصور انا وياك السيناريوهات يا استاذ امينه، عين تصوروهم لو انتم انسحبتوا قرار الدوله؟ هذا ما كناقشوش. تصوري سعد الدين العثماني بمنتهى، لا انا لو استاذ سعد الدين العثماني جلاله الملك مع كل التقدير وكذا وكذا وكذا، انا هذا الموقف. لا لا سؤال، اش كانت الدوله غدير البيجي؟ ما عرفتش انا، لا اتحدث عن انا. لا شوف هذا ماشي انا ما كنقاربش. كما قال عبد الرحيم بوعبيد وبوستة، انا مقتنعه بان الدوله المغربيه كدير توازناتها. وخلي عليك هذاك الخطاب ديال راه غيفتحوا المعتقلات وغيعتقلوا الناس، داك الشيء لا اظن بانه وانه ولا تكلم راه ما عرفت شنو غيديروا له. حنا بلادنا كنعرفوها، عندنا ملاحظات كثيره على طريقه تدبير النقاش العمومي والتوازنات بين الفاعلين، ولكن الحمد لله. وانا بغيت نقول لك واحد الحاجه اساسيه، شتي في هذا الزمن الان في هذه اللحظه بعد ما حدث في فلسطين، هناك استهداف لكل مقومات الهويات الجماعيه اللي كتلحم الشعوب وكتخليها قويه. عندك جوج د الحوايج، يا اما الهويات الشوفينيه المنغلقه الدغمائيه بحال هذيك الاسرائيليه القائمه على ثقافه دينيه متشدده، اشنا هو هي بموجبها كدار هاد الجرائم. اما عندك هويات مفككه تتوجه الى عالم مادي بدون مرجعيات، وهذا الشيء خطير. اما عندك هويات متوازنه مبنيه على اسس
عقلانية وهي اللي كنحاولوا ندافعوا عليها في بلادنا وهي باش استمرت بلادنا. اذا حنا راه في مركب واحد ياك، مقومات هويتنا ما يمكنش شي طرف يحاول يلغي واحد طرف منها، لانه سنكون بذلك كنمسوا بما يضمن ثباتنا واستمرارنا في واحد البحر فيه رياح هوجاء. احنا في سفينة واحدة، مفروض اننا نفهموا النموذج ديالنا. النموذج ديالنا ليس نموذجا طارئا لا يعرف كيف يدبر واخا يدبر المستجدات، زعما راه شي كيضرب شي وغنفتو هذا الشيء وغنمشيو وغنوليو بحال هذيك الانظمه التي سقطت. حنا كندافعوا قبل ما نمشيو على حقنا في اننا موضوع حيوي، موضوع مدونه الاسره. قبل ما نمشيو لمدونه الاسره، انا عرض عليك واحد مواطنه مغربيه بسيطه، نقدر نقول لك صوت ديال المغاربه باش حتى نتوما تسمعوا المغاربه كيف يعني يقيمون التجربه ديال العدم. يمكن نسمعونا وياك لهاد في شي دقائق. اثرني سي بن كيران واحد الرساله لك، الله يجازيك بخير. حيدوا من المشهد، حيدوا من المشهد، ما تجيش تبكي على اطفال فلسطين. علاش غتبكي على اطفال فلسطين؟ انت طبعتي وتجي دابا تقول لي اطفال فلسطين، خارج كتقول لهم التطبيع خطا وحنايا واخا وقعنا تطبيع قلوبنا ما كانش معاه. اذا انتم ناس منافقين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. انت اؤتمنت على اصوات المغاربه، اول حاجه درتيها قلتي للمفسدين عفى الله عما سلف، خرجتي للمغاربه على صندوق ديال التقاعد، على صندوق ديال المقاصه، حررتي الاثمنه ديال البنزين اللي هي سبب في هاد المصائب دابا ديال الغلاء، لان هاد الحكومه بيان سو كتحجج كتقول الحكومه الاخرى اللي حررها. فانت هاد المصائب كلها درتيها للمغاربه. هو تامن لي فواتور عباد الله، لي فواتور اللي في اكثر من 20 عام كان واحد القانون انها ما كتخلصش عليها الضريبه، جيتي انت درتي لها الضريبه. واش واحد عنده طوموبيل عمرها 20 عام، هذيك حتى المازوت خصهم يعطيوه لي فابور، قول له صدقوا عليه، قول له في سبيل الله، ولكن انت فرضتي عليهم الضريبه، واش ماشي حرام هادشي؟ واذا اؤتمن خان، نعاودوا الخيانه عاوتاني. انت وانتوما اكبر حزب عنده علاقه وطيده بالاخوان المسلمين في مصر، انتوما اكثر من اي فصيل في المغرب، اي فصيل اسلامي في المغرب، انتوما اكثر الناس كانت عندكم علاقه وطيده بالاخوان المسلمين في مصر. ومن مورا الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي مرسي الله يرحمه، مشيتي كديري يدك في السيسي، مشيتي كتكتبني على السيسي، اش كاين خيانه اكثر من هكا؟ وبغيتينا حنا المغاربه نثقوا فيك، مازال طلعت تباكي علينا ونصدقوك. متى غتعتذروا على الغلاء؟ متى غتعتذروا على صندوق المقاصه اللي ضربتوه؟ متى غتعتذر على تحرير ثمن البنزين؟ متى ومتى ومتى؟ كتبكي دابا على قبل الحمله الانتخابيه باش شويه زعما داك ماء الوجه. لا انت لا داك مقري ابو زيد، لا ما تبقاو تتكلموا على القضيه الفلسطينيه. نتوما ناس طبعتوا الشيء وطبعتوا عن يقين وعن ايمان بالفكره، نقولوا ربما نختلفوا معكم في الامر، ولكن باش تقولوا طبعنا قلوبنا ما كانش باغا وطبعنا، فهذا كلام خطير جدا. كون طبع حزب اخر، كون طبع الاتحاد الاشتراكي ولا حزب اخر، نقول هذا الشيء راه كيتماشى مع الافكار ديالو. ولكن حزب اسلامي اطلقتي رصاص على الاحزاب الاسلاميه، ما باقيش شي حزب اسلامي غيثقوا فيه المغاربه، لانك عطيتي واحد الصوره سيئه على التجربه الاسلاميه. فبن كيران والله العظيم الى داكشي اللي حامل فوق الظهر ديالك ربما الجبال تبكي عليه. فكفى تمثيلان وكفى سير بكي نهار بكيتي، راه بكيتي باش تاخذ 7 مليون راك خديتيها، صافي اجلس في بيتك الى ان ياتيك اليقين. اولا هذه انسانه مواطنه كتعبر على رايها كما يبدو في الحزب وكتنتقدو وكتوجه الكلام للاستاذ عبد الاله بن كيران اللي كان رئيس حكومه ياك، وفي هذاك الشيء اللي قال جوج شقين، شق متعلق بما يسمى التطبيع والعلاقات مع اسرائيل، وشق يتعلق بالسياسه العموميه. اللي خصك تعرفوا السي حميد بانه دابا انا الا دخلت المواقع التواصل الاجتماعي ممكن نجبد اي حاجه، دابا كل شيء كونيكتي، كل شيء كيتكلم. تجربه الاستاذ عبد الاله بن كيران عرضت على محك الانتخابات، راه خصنا ما يمكنش نساو هذا الشيء، ما يمكنش نتجاوزوه. الا كنا كنهضروا على شنو قالوا المغاربه على عبد الاله بن كيران، عبد الاله بن كيران راه الحكومه ديالو استمرت من 2011 حتى 2016، ودازت انتخابات 2015 الفارقه والتاريخيه في المغرب، شنو قالوا فيها المغاربه؟ ما غنعاودش نقرا الدلالات، داكشي كان فوق الوصف، ولا اتصور بانه سيتكرر في المغرب، داكشي المدن الاغلبيات الساحقه في جميع المدن والجهات وداكشي. ثم جات 2016 بعدها مباشره، ما الذي حدث؟ تزاد العدد ديال المقاعد ديالنا، وصلنا ل 127 وحتى لينا المره المرتبه الاولى بفارق كبير، بواحد سكور الذي لم تحققه الاحزاب المغربيه، واخا ما نعرف شنو يتم دعمها. خليني نكمل لك. هاد المغاربه اللي خرجوا بهذه الطريقه ديالكم؟ لا ديالنا طبعا،
طبعا شوف انا كنت ما كان ما كاينش شي جهه انا فخات في دوك لا لا ما يمكن. شوف انا درت انتخابات وكيله اللائحه في الحي الحسني في 2016 وشفت الحرب اللي دارت علينا والسيناريو الذي تم تهيئه هو كان واضحا باش حزب اخر هو اللي يحتل المرتبه الاولى وهادشي عشناه. طب حنا حيت كاين اللي كيتكلم من برا كيدي ومع ذلك صمد المغاربه للتعبير عن ارادتهم وداروا تصويت سياسي. هذاك التصويت السياسي ازعج وراه هو اللي النتائج ديالو فيما بعد بدات كتخدم اللي وصلت للحزب جزء كبير منها لما هو. اذا القول بانه عبد الاله بن كنعان شنو كيقولوا عليه المغاربه هذا مردود بالانتخابات وبالحجه. ما يمكنش بفارق كبير ماشي حتى داكشي مداحس زعما مزير. هذه الاولى. ثانيا تحميل عبد الاله بن كيران التطبيع وداكشي شنو دخل عبد الاله بن كيران التطبيع والاشكاليات ديالو حنا تكلمنا فيه. ثم بعد ذلك كيف يزايد احد على شي واحد اللي اليوم كيخرج كيدعم القضيه الفلسطينيه وتكلم عن المقري الادريسي ابو زيد والادوار ديالو التاريخيه المعروفه. مين انا كنت قد هكا انا عرفت القضيه الفلسطينيه وتعلمتها وتشربتها من الاشرطه ديال الدكتور المقري الادريسي ابو زيد من 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 من, من حنا صغار الى الان والمواقف ديال حزب العداله والتنميه المشرفه الدائمه الثابته الى اليوم في الشارع وفي كل الفعاليات. اذا لا يزايدنا احد علينا في موقفنا من القضيه الفلسطينيه ومدعمها وما غنتحرجوش وما غنحشموش وما غنهبطوش راسنا لانه حنا عارفين قناعتنا وعارفين اقتناعاتنا وعقيدتنا في هذا المجال. هذه الاولى. ثانيا بالنسبه للسياسات العموميه اللي دارت الناس كيتكلموا لك حنا عندنا فيها وجهه نظر. انا بالنسبه لكل الاصلاحات التي قامت بها حكومه الاستاذ عبد الاله بن كيران كتقول لك عفى الله عما سلف. المساهمه الابرائيه هي عفى الله عما سلف. المساهمه الابرائيه داروها الناس في 2014 وتعاودات في 2020 اظنه وتعاودات اليوم في 2024 ودخلت مداخل مهمة جدا. إذا هذا هو الاختيار منهجي ماشي عفى الله عما سلف. هادو ناس كانوا مخرجين الحسابات ديالهم وعندهم دي بيان وعندهم ممتلكات وخارج قواعد الصرف وخارج القواعد العامة وناضوا تعقوا في نداء الدولة أجيو ردوا وخضعوا ديروا تسوية ما هادشي اللي امتلكتوه انتم وخرقتوا فيه الضوابط سواء ديال الصرف ولا غيرها ودخلوا للدوله خلصوا داكشي اللي غتحكم عليكم به الدوله تيكم لامنيستي اي بوافا لامنيستي بحال التصالح اللي كنديروا اللي منصوص عليه في مدونه تحصيل الديون العموميه مع الضرائب ولا مع الجمارك ولا مع غيرها. انت كتخرق القانون وكتجي كدير واحد المصالحه واحد التسويه اللي كيستافد منها الجميع. اذا علاش غنسميوها عفى الله عما سلف؟ حيت داكشي سي منين كتكون الشعبويه وكيبداو الناس لا راه تم العفو راه هادشي غير صحيح. هادشي ولا اختيار ديال الدوله واستفدت منه والناس رجعوا سواو الاصول ديالهم امتلاكات ديالهم والحسابات ديالهم وكان كلشي مستفيد بدليل انه ما تراجعناش عليه. يعني راه هادشي ماشي بدا عبد الاله بن كيران وكملوه. هذه الاولى المساهمه الابرائيه التي تبرئ. ثانيا الاصلاحات اللي دارت على مستوى صندوق المقاصه التداعيات اتفق ولكن شنو دار سي عبد الاله بن كيران؟ سي عبد الاله بن كيران خدا واحد الاموال الضخمه التي كان يستفيد منها هاد الكبار بدون ضوابط وبدون فواتير ولا حتى شي حاجه اللي كتمكن من محاسبه شفافه مع صندوق المقاصه وقال خصنا نوقفوا هذاك الدعم وهذيك الاموال الكبيره التي اعترف بها عزيز اخنش وقال بانه لولاها لكانت ميزانيتهم ثقوبه واعترف بها فوزي القجع وقال هي باش كنديروا اليوم برامج الدعم الاجتماعي نوقفوها ونحرروا اسعار المحروقات. ولكن كاينه واحد الهيئه ديال التقنين اللي سميتها مجلس المنافسه غتدخل دير خدمتها باش تمنع الاحتكار والتركيز والمنافسه غير الشريفه. اذا انا ما يمكنش تقول لي بان عبد الاله بن كيران اخطا تم اخطئ في التدبير ديال ما بعد التحرير لانه تم ينحرر ودار هو نظام المقايسه راه بقات الاثمان ديال المحروقات قاره ومعقوله. منين مجلس المنافسه عجز عن ان يقوم بادواره التقنينيه والزجريه والعقابيه اللي عنده بموجب القانون اللي وضعناه وحرصنا عليه في البرلمان انفلتت الامور وجانا رئيس حكومه يتاجر في المحروقات هو في موقع السلطه وفي موقع ما كانش هو يعني يضبط الاسعار ما كانش عنده ما عندوش لا يمكن ان تشوف كاين امكانيات ديال انك دير تعديلات قانونيه على قانون حمايه المستهلك ولا المنافسه والاسعار. هذه حاجه ولكن عندنا كاينه ماده كتسمح للسيد رئيس الحكومه
على انه يدخل ويدخلها في الـ في الـ في الـ في الـ في علاش سي بن كيران كان يسقف الاسعار؟ لانه سي عبد الاله بن كيران في اعتقد اطار في اطار مؤسسات الدوله عنده مجلس ماشي غير عنده ماده يمشي يعدلها وندخلوا باش نراقبوا الاسعار، عنده مجلس عنده اختصاصات كبيره اللي هو مجلس المنافسه، ولا زال الى الان يمكن انه يدير 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 الادوار ديالو. انت راه لاحظتي منين مشى دار الدور ديالو جا باش يغرم الشركات ما الذي وقع؟ ومشى سي سي القرواني وجا الان الرئيس وحاولوا القراوي اسمح لي وحاولوا يديروا اليوم واحد المهم راه كاين تغريم يعني ديجا الان الاشكال فين كاين؟ ما بقاوش نرجعوا لعبد الله بن كيران، عبد الله بن كيران راه غير رئيس حزب معارضه قالوا انه مرتب ثمين، واش غنبقاو حنا حياتنا كلها شادين في عبد الله بن كيران اللي لا لا دار واحد الحكومه لا ناجحه؟ فين الاشكال اليوم السي حميد؟ خصنا نقولوا لا باش ما نظلموش لا باش ما نظلموش السي بن كيران، لا نقول لك هذه وكملي في ثانيه، هذه باش الراي العام، حنايا راه ما كنتصلوا حتى شي طرف، نوضح لك استاذ امينه، وقلناها في الاشرطه ديالنا اللي كيتبع هذه القناه المتواضعه، كنحملوا باقا كنحملوا عزيز اخنوش اليوم عنده كل الصلاحيات يتاخذ اللي ما تاخذوش يعني ماشي الصلاحيه تاع عزيز اخنوش راه هو اللي كيتاجر ماشي كنتوجهوا له غير كرئيس حكومه إيه. يدير خدمته كنتوجهوا له حتى تاجر كنقولوا له كيران الناس صدموا بن كيران علاش الناس ما كيناقشوش اخنوش استاذه امينه كيعتبروا الناس كيعتبروا بن كيران خذلهم عنقول لك لا ما خذلهمش اخنوش ما كيراهنوش عليه الناس كيعتبروه بعيد عليهم من الاول انا كنرجع لك الا كنخذلهم علاش ردوه انا غير جاوبني على هذا السؤال 13 مقعد لا ماشي دابا ماشي اللي ردوه ما كانش الاستاذ عبد الاله بن كيران كانت حكومه سعد الدين العثماني هذيك حاجه اخرى سياق اخر انا غناقشوا ولكن فوقاش دار التحرير ديال الاسعار ودار اصلاح التقاعد دار في عهد حكومه عبد الاله بن كيران واش ردوها المغاربه وعطاوها اصوات اكثر ولا لا جاوبني واش نعم ام لا اذا كيف نقفز كيفاش ماشي محدد لا ماشي محدد ديك اللحظه وعلاش محدد قلتوا لنا عاقبوكم غير اسمح لي نتائج الانتخابات ديال 8 شتنبر قلتوا لنا راه عاقبوكم ما بغاوكمش هذه محدد ومنين عطاونا المغاربه اصوات ومرجعنا انا نقول لكم استاذ امينه هذه ماشي بالنسبه دابا شنو اللي محدد لا هذه مهمه انتخابات 2016 كان عندها كان ايقاع خاص وحتى هذيك كان عندها ايقاع انا نقول لك بن كيران استاذ عبد الاله بن كيران كيفاش ايقاع خاص ايقاع اننا نطر ارتفع منسوب الشعبيه ديالنا انا نقول لك علاش وعبد الاله بن كيران دار اطر سياسي جديد شوف انا ما كنبغيش ندخل بزاف في هذا الشيء ديال حاول سميتو ولكن الخلاصه شنو هي السي حميد انه انتخابات كان 2016 كانت انتخابات سياسيه كانت صويطا ذو طعم سياسي وهذا مهم جدا في السلوك الانتخابي في رصده في تاريخ المغرب راه ما كانش محطات كثيره راه وقع هذا الشيء مع الاتحاد الاشتراكي و8 شتنبر ذو طعم لا 8 شتنبر سي اوتر شوز ذو طعم امني الا جبتيني ل 8 شتنبر انا ما عندي التحرج نتكلم عليها 8 شتنبر دابا انت ما افرزها حيت الناس ما بغاوش يصدقونا فيما حدث في 8 شتنبر راه نشوفوا ما افرزته ياك ما افرزته يتحدث عنها دابا هذا الشيء اللي فرزته هاد جرائم الاموال وهاد النخب العجيبه الغريبه التي لا ندري لها ما غنعممش 100% ولا التوجه العام واش ممكن تكون انتخابات سياسيه مقاده وتفرز لك هاد العبث اللي حنا فيه اليوم ماشي في سياسه معك الكلمه ونمشيو لهذه الله يعطيك الصحه لاله امينه حيت مهمه انا عندي انتخابات 2016 بعد المره لاله امينه يقدر واحد المتضرر يزكيك ويعطيك صوته بحال الزواج راجل مع مراه ولا تقدر واحد المراه هذا مثال غنعطيها باش نقرب الصوره ونتمنى نكون موفق في هذه الصوره واحد المراه كتبغي واحد الراجل كتيق فيه كتقدر تصبر على العيد ما تعيط تصبر على حوايجها ما تمشيش عند بوها وما حقه ما عندكش باش تركبي عندي له الاسبوع الوليد ما عندناش ولكن حنا غير بلاتي غنقول لك حكومه عبد الله يمكن عطات امتيازات كثيره غير فكره انا خلي نعطيك الصوره لا خلي الصوره باش توصل للناس احيانا نقدر نعطيك صوتي نقدر نثيق فيك ماشي معناه انت الكف ولا الاهلك تقدر تاخذ قرارات كضرني انا تايق فيك انت كتقول لي شوف ان شاء الله انا تايق فيك ولكن واحد اللحظه راه كتنجالي ملي كيقيسني الدق ديال الجيبي تطور الاحداث كنجمع ما تنساش بن كيران جاب شعبيه 2011 راه راكم شعبيه كبيره جوج المستويات لانه ما نعرفوش خصنا المنطقه الاقليميه كانت ملتهبه وان البلاد ما مشاتش في ذاك الاتجاه اللي فات عدد من الدول والصحافه شنو بغيتي تقول السي حمد لا والله خليتيني تنوصلك وحده بوحده الدوله ومؤسسات الدوله والمؤسسات الاعلاميه حتى اليوم حتى اللي من بعد ولاو كيضرب شوف على فكره لما خنطرح لك هذا السؤال مهم جدا يعطيني السؤال في انا جايك السؤال في لحظه من لحظات التاريخ راه كنا حيين ماشي ميتين هذا هو منزل عبد الاله بن كيران نبيلة زوجة بن كيران هكذا يأكل بن كيران في لي مانشيت في الصفحات في لايو كلها تجندت
لابراز. المهم نعطيك انا لا خليني انت عرفتيني يعني بغاوكم جابوكم. لا ماشي لا لا اسمعي يا استاذ. شوف كان واحد اللحظه المستهدف هو الكرسي ديال الحكام ديال العرب. المغرب بدك اولا كنحييه، كانت واحد العمليه خصنا شي شخص منقذ، فبان بن كيران فكان هذيك العمليه التعبئه اللي دارت له وخلات له داك بحال اللي تنقولوا واحد دار البلان. واخا نسمع خلينا ملي وصل 2016 كان دابا دابا القراءه ديالك وانا نعطيك القراءه التاريخيه اللي كاينه من قبل 2011. اعطيني ما قال واحد لا والله تقول كلمه وكملي. اعطيني ما قال واحد موسي عفاك من 2011 حتى 2016، عطيني ما قال واحد مسيء ضد بن كيران في الصحافه المغربيه. فراسك السي حميد واش نتايا كدير واحد القراءه انا ما فهمتهاش ولا على الاقل ما متفقاش معاها. دابا قبل الربيع كيفاش كان وضع حزب العداله والتنميه؟ خلينا نقول لك قراءتي. كان الجميع يعرفوه. شكون ديك الساعات اللي كان كيتهيئ وكان موجود وكان في الساحه من بعد المسؤوليه المعنويه ومطالب بحل حزب عداله 2003 حزب المعلوم جينا جا حزب الاصاله والمعاصره. تقول المعلوم ما معلومه والو حزب الاصاله والمعاصره وراه خرجوا المؤسسين ديالو ورسميا حنا هنا باش نقضيو نحاربوا على الاسلاميين نحاربوا الاسلاميين حزب العداله والتنميه ونقصيهم من المشهد السياسي. ودخلت كاع معهم احزاب اخرى داكشي ديال المسؤوليه المعنويه والنزعه الاستئصاليه العجيبه اللي كانت بغات كاع تقضي على الحزب. اذا راه هذه هي الحقيقه، الحقيقه انه كنا في نضال ضد الفساد وضد الاستبداد من 2008 منين وصل عبد الاله بن كيران دايوغ هاد الشعر اللي جابو الحزب باش يدير هاد المعركه. اذا راه قبيل الربيع كان كل شيء يهيئ لما تعلمه ويعلمه الجميع. مش حتى واحد ما يقول لك لا راه كانوا بغاوكم. جا الربيع. الربيع كان طبعا كان عنده تاثير كبير على الاختيارات، وانا متفقه ان النظام المغربي اتسم بحكمه كبيره وبقدره هي اللي كتعكس خصوصيه الامه المغربيه في تدبير هذيك المرحله الصعبه جدا. وكان سمح لي حزب العداله والتنميه دار موقف واضح ديك الساعات في اطار مقاربته اننا نطالب بالاصلاح ولكن في اطار الاستقرار بالنظر الى المخاطر التي كانت تتهدد دول الجوار. ياك وقع عندنا نقاش في الحزب وكذا دايوغ انا كنت من الناس اللي كنا في الشارع مع 20 فبراير كانوا اراء. اذا هذيك الساعات منين جات الانتخابات اللي خصك تقول السي حميد هو لم يكن ايجابيا التدخل فيها، كان خصنا نخليوها لانه هذيك الساعات كانت واحد لامونتي ديال الاراده الشعبيه كان خصك تخليها، لان الا جيتي حبستيها ولا حاولتي تتحكم فيها او لا حاولتي توجهها كما كان يحدث من قبل ولا تعسف في دعم واحد المسار اللي ما بغاوهش الناس اللي كان ديك الساعات يهيئوا له كنتي غتخلق اشكال كبير وانت في ازمه. اذا حزب العداله والتنميه جات وقيتو منين منين خلاو الناس يعبروا جابوه وماشي غير حنا، جات بزاف ديال الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه في السياق والجوار. خصنا نقراو هذا الشيء بدون عقد. هذا الحزب دابا شنو دار؟ جاء على هدى من الله، حاول يخدم ما تسجل عليه لا غش لا احتكار لا تركيز لا سرقه لا حتى حاجه. درنا مجهودنا في السياسات العموميه. عبد الاله بن كيران اقتنع بانه يجب ان ينقذ الدوله، وعرفتي ديك المقوله ديالو لا عاش النسر يعيش ولاده وكذا، ودارت واحد الاصلاحات اللي كان عندها اثر وكان ممكن يكون عندها اثر على شعبيتنا ولكن المغاربه التقطوها. جات انتخابات ما يمكنش تقول لي غير داله لانها كانت داله جدا جدا سياسيا في 2015 و2016 والدوله نفسها التقطت عاوتاني هذه الاشاره وما بغاتش تدخل لتتعسف باش توقف واحد المسار. ولكن منذ الاعفاء دابا السؤال علاش جا الاعفاء؟ الا كان هذا عبد الاله بن كيران خايب وما بغاوهش الناس وما عندوش شعبيه لماذا تم اعفاؤه وعلاش داروا عليه ذاك البلوك؟ ما داش حكومه لا 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 علاش داروا عليه هذوك الناس داك البلوك وقالوا حنا اخنوش وصحابو ودوك الرباعي جاو قال لك حنا غير يزول بن كيران وزولوا بن كيران هو غير يسمح لي لا انت واش الدوله غتمشي بلا حكومه راه 6 شهور البلوكاج. دابا انا ما كنهضرش على الدوله انا كنقول لك علاش السؤال علاش لا البلاد غتمشي بلا حكومه دار لا ما كاينش تمشي بلا حكومه علاش دار هذاك البلوك علاش جاو اربعه الاحزاب مجتمعه باش تقول حنا زولوا علينا غير عبد الاله بن كيران وليوا لاباس وفعلا زار عبد الاله بن كيران. سؤال خليتيني بلاتي نكمل لك اش فرق اخنوش اسوان دابا الشقر السي ادريس الشقر وهبي لا سؤال جوهري لا سؤال جوهري دابا انت السي بن كيران واسمح لي وخشيتي راسك اعتقي فيه لا امينه نعطي لك سؤال بسيط اعطيني شي فرق على المغاربه نسولهم ونديروا السي نقول لهم وجوه المغاربه اعطيونا فرق بين ماشي هذاك الشيء ماشي اخنوش والشقر اذا انت انا ما يدخلش الشقر كان ممكن يكون مريض لا انا اعطيني غير الاشاره التقيتها ما تحتاجش لا ماشي انت لا ماشي انت كاين جمهور لا لا انا غنجاوبك لا اسمعيني عبد الاله بن كيران ما كانش عنده موقف من الاتحاد الاشتراكي لان
الاتحاد الاشتراكي الا تخيرنا وهي بلاتي لا ماشي حتى من الشقر الا جيتي تخيرنا بالاتحاد الاشتراكي حزب استقلالي احزاب وطنيه عارقه مهما كان الاختلاف مع كاين احزاب تنعت بالاداريه ياك يعني القرب ديالنا الطبيعي فين خصو يكون خصو يكون مع الاحزاب ما تنساش بانه عبد الاله بن كيران اول ما جا شكون اللي طلب في 2011 باش يدخل معاه الاتحاد الاشتراكي وقالوا راه بغى يسخن بينا كتاف نرفضوا سي با غاف وجا مشى الاستقلال يعني مشى الاحزاب الطبيعيه اللي عندها امتداد شعبي المشكله ما كانتش لا مع الاتحاد الاشتراكي ولا مع شخص الشقر كانت مع المنهجيه لانه انت ما يمكنش انا نعيط لك ونقول لك اجي عندي ودير معايا اتفاق علاش عبد الاله بن كيران كيقول انه كان هناك غدر وكان ما بغيتش ندخل في هذه التفاصيل معروفه المشكل في المنهجيه انا من عيط لك وقلت لك اجي وكبرت بيك وقلت لك انا اللي كيهمني الحزب الوزن السياسي ماشي الوزن الانتخابي وتخوي بيا وتمشي تدخل في واحد البلوك اللي كيجي كيدير لي الدراع ويصبح هو اللي كيترأس الحكومه ديك الساعات في هذيك الحاله راه عزيز اخنوش هو اللي ولا رئيس حكومه فعلي وعبد الاله بن كيران مع حزبه راه ولا اقليه لانه اللي انت كتفرض عليا ندخلوا هذا زول الاستقلال زال الاستقلال داكشي ديال تصريحات شباط موريتانيا لا نجيبوا الحبيب المالكي ونديروا رئاسه المجلس النواب الديوا صح كانوا شويه غيجيو البي بي اس حتى هو زولوا اذا شكون اللي ولا كيشكل الحكومه ويتحكموا فيها طبيعي الاستاذ عبد الاله بن كيران رفض هذه المنهجيه لانها فيها اهانه لموقع رئيس حكومه معين رفض ماشي من الطبيعي يعني راه ماشي لا شخص ولا ما شخص الامور اعقد من ذلك ولكن في كل الحالات الماكينه راه تحركت من 2016 وهي خدامه من 2017 كدور وراها عطات النتائج ديالها في 8 شتنبر 13 مقعد هل تجد من الطبيعي انت عندك 125 مقعد تهبط بواحد لاشيت مهما كانت اخطائك واخطائنا اعترفنا بها وقلنا انتقدنا ودرنا نقاش داخلي سي عزيز الرباح كيقول بانه كانت اخطاء واسباب ذاتيه هي اللي وصلتنا متفقه معه اذا قالها هو متفقه معه ماشي اسباب موضوعيه متفقه معه يعني الحزب قال دخلنا في نقاشات علاش اختلفنا احنا قال لك هذاك الشيء اللي وصلنا 13 علاش اختلفنا في الحزب احنا اختلفنا على تقييم شحالنا هي النسبة ديال العوامل الموضوعية وشحالنا هي النسبة ديال العوامل الذاتية النقاش في الحزب والنقد الداخلي لدرجة فرز طيارات داخل الحزب راه وقع هاد الشيء منذ لحظة الإعفاء وحنا جارينا وكنا كنقولوا بأن الحزب الاختيارات الذاتية ديالو راه ما غاديش تكون نتائجه انتخابية جيدة وكانوا بعض الإخوان كيجي عندهم تقديرات أخرى أنه لا راه الحزب غادي مزيان وأن الاستهداف الخارجي كان شديد دابا هادشي فاش اختلفنا شكون اللي كانت عنده تأثير أكبر واش الاستهداف الخارجي والعوامل الموضوعية ولا العوامل الذاتية أنا كنقول أن العوامل الذاتية كان عندها دور كبير لأنه درنا أخطاء ماشي عيب نعترفوا بها خطا الف الف خطا الاول لا قطعنا على 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 الحاضنه الشعبيه ديالنا ما بقيناش كنتواصلوا معها الحاضنه الشعبيه ديال حزب العداله تمي حاضنه سياسيه منين جيتي انت درتي داك الاختيار ديال الصمت والانجاز ما نتكلمش ما نتواصلش قتلتي البعد السياسي ديالك وما بقاوش الصمت والانجاز الدكتور سعد الدين العثماني كان كيقول ماشي الصمت في الضوء شعل الضوء لا ماشي كان سميتها الصمت والانجاز كان سميتها الانصات والانجاز ولكن هو الانجاز اللي دار السيد عبد الله المهم شوف هو دابا انا كنقول لك الاختيار السياسي تقاعد زاد 63 شنو درتي وليتي تدبر اكراهات سياسيه وحكوميه على مستوى السياسات العامه والسياسات العموميه صعبه وما كتواصلش ولا لا امينه وفينا هو الانجاز والتقاعد طلع 63 والعمل بالتعاقد الاساتذه ولا في عهد الانجاز فين التحليل دابا انت المازوت وصلنا له فين هو الانجاز استاذ امين بغيت تشوف الانجاز شنو هو الانجاز اللي حنا سجلناه يلا كنت كنهضر لك عليه راه شوف انا غتبقى تدور معايا تتعيا وتقول لي بانه رفع الدعم على المحروقات كان خطا غنقول لك ليس خطا وفر اموال كبيره للدوله هي باش كدير دابا متضامن والدعم الاجتماعي كان الخطا اللي وقع هو في تدبير ما بعد رفع الدعم هذه الاولى التقاعد غير صبر تدبير رئيس دابا شوف التقاعد غير صبر سي حميده هو جاي التقاعد شوف هذيك الاصلاحات باقا غطلع دابا فراسك 65 جو سي تري بيان الاصلاحات المقياسيه ليست خصوصيه مغربيه راه هذا الاصلاح دار في كل الدول الاوروبيه دار في الجزائر دار في تونس دار في المغرب وهو جاي باش هادو اللي كينتقدوا عبد الاله بن كيران غير صبر معايا سي حميد خاص تكون عندهم نفس الجراه اللي يخرجوا ماشي انت نهضر بشكل عام لانه الطيار لا شوف حنا الطيار شوف الماكينه اللي دارت حنا ضدنا حكومه المغاربه اسوء من حكومه باش نكون عندك صحاب كننتقدوا هذا الشيء كننتقدوا الاستاذ بن كيران ولكن ماشي صحاب زعما نبيضوا هذه الحكومه حنا راه كتاوينا حنا غادي نشوفوا دابا كيفاش سيتم اذا ماذا جرى الكلمه وندوزوا اذا 8 شو التنبير استهدف حزب العداله والتنميه بشراسه
بغاو يطيحوا. اه طبعا. شكون هذا اللي بغا يطيح؟ جميع القوى التي لا تجد مصلحه في استمراره. الداخليه بزاف ديال القوى. وزاره الداخليه شوف هي اللي شرفت على الانتخابات. لا دابا 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 هذا احزاب. حنايا منين قلنا كاينه قوى متعدده تضارب لا القوى باش نحاربوها باش نواجهوها. قوى سياسيه، قوى التحكم التي تدخلت في الانتخابات. دابا ديك الانتخابات كيفاش ممكن تكت. تكون دارت هكاك؟ اولا راه شتي منين عدلوا القوانين الانتخابيه وداك الشيء عدلوها ضد اراده حزب عدد من رئيس الحكومه نفسه. التحكم الذي وقع في الانتخابات، نعم جزء كبير من رجال السلطه تجندوا لصالح ضد حزب العدالة من صالح كل المرشحين. التهديدات التي بثت باش المرشحين ديالنا ما يصمدوش، حنا راه ما قدرناش نغطيو دوائر في الانتخابات الفرديه، خصوصا توسيع الفردي على حساب الجماعي، القاسم الانتخابي، الجمع ديال الانتخابات شتي القاسمه كارثه هذيك. صحيح انه مين كدير انت تصويت سياسي في الانتخابات التشريعيه وكتربح به، الا بغيتي تهرسوا هرسوا بدخل أكبر فيها. اكبر مصيبه هي داك النهار واحد دخل الفردي الناس ولاو كيصوتوا بالدروبه وبالعائلات وبكذا، اذا نهرسوا لك انت داك التصويت السياسي. ولكن شوف ولكن السؤال عن سؤال حاجة. لا لا امينه نسولك حاجه خايبه ما وقعت. الا كان حزب العداله والتنميه في عز الربيع العربي والامازيغي اعطى موقف وطني، وسي بن كيران كان غير امين امين امين، يعني ما حتى في تجربته ولا هو السعد العثماني ما خداوش شي قرار ضد الدوله، ما قاصوش مصالح الدوله. انا بغيت نسولك لماذا استهدف؟ شوف هناك مركبات مصالح. لماذا استهدف؟ بغينا نفهموها. انا نقول لك هناك مركبات. ما الذي يخيفهم في حزب العداله والتنميه بسؤال اخر؟ هناك مركبات مصالح معقده. انت دابا الا بغينا نستسهلوا النقاش نبداو نقولوا الدوله. لا ماشي هكا، هناك مركبات مصالح معقده يتقاطع فيها الداخلي والخارجي. ياك الخارجي هي التي تستهدفك بالطبع. شوف ما كاينش واش حنا بوحدنا من دون لا بغيت نقول لك حزب العداله والتنميه في انتخابات 2020 كانت اليد ديال الخارجي. واش انت كتعتقد بانه المغرب بوحده هو اللي غيبقى في يمن؟ انا علاش جلاله الملك قال اللهم كدير حسادنا، وعلاش جلاله الملك تدخل هو شخصيا بضماناته الشخصيه وبمكانته وبرمزيته باش يستمر المسار وباش ما يوقعش الاسلاميين بين قوسين ديال المغرب كما وقع الاسلاميين في سياق اخر؟ واش انت كتعتبر طبيعي انه الشعوب تصوت؟ لا شوف كاينه مركبات مصالح قويه التي لم تسمع مع الاخطاء التي ارتكبها. لا اسمح لي، جلاله الملك ضامن انتخابات، يعني كيفاش هذا المركب كيفاش تغلبت في 2020؟ مع الاخطاء التي ارتكبت من طرف حزب العداله الداخليه داخلية سهلت عطات رحنا الأخطاء اللي ارتكبناها زادت سهلت. واخا الوقت دابا عزيز أخ النوش، شي تقييم الأستاذة أمينة لهذه الحكومة الميمونة؟ أنا بالنسبة لي الحكومة ديال الأستاذ عزيز أخ النوش من أسوأ الحكومات التي مرت أسوأ. من أسوأ الحكومات التي مرت في تاريخ المغرب المعاصر. وباش نحاول نكون موضوعية لأنه طبيعي عندي انحياز سياسي لا يمكن أن أخفيه، كاين مجهود كيدار ياك؟ لانه انا ماشي مع جوج طيارات السي حميد في النقاش السياسي في المغرب. الا ما ضبطناش غتخرج على المغرب وعلى التميز ديالو. واحد الطيار تبخيسي الذي يحاول ان يهدم النموذج، ماشي غير كيدير المعارضه، كيبغي يفكك اسس التي تحافظ على النظام السياسي واستقرار السياسي ديال البلاد بمعارضة فيها ميليشيات إعلامية تحمل ومسلطة على التجربة المغربية من خارج المغرب ومن داخل المغرب. هادشي راه معروف الآن. عنده سمية معارضة اليوتيوب، عنده سمية ديال فيه استهداف شرس لرموز الدولة، مؤسسات الدولة وأجهزتها اللي كيبغي يبين لنا في نوع من المعارضة أنه حنايا ما نعرف فين كاينين حنايا. هذا التوجه هو طبيعي، تعبيرات سياسية لمسار لا انواع متعدده من المعارضات، فيها معارضات يوتيوبيه وفيها اصوات هنا ولا برا، اصوات برا وفي الداخل. ثم ثانيا التوجه الثاني هو توجه التطبيل وحمل الدف وتعيه شي تكثر مما يحتمله السياق نفسه. لا تعيه شي معروفه، لا حلينا تعيه شي، لا دابا كاينه طيارات صحافه معروفه تحمل الدف وكتبغي تبين بانه اللي دوى واللي حاول ان ينتقد يرعف. راه انا كنسميها ميليشيات اعلاميه تستعمل الاسلحه المحظوره في الهجوم على لا كل شوف. من عفاك الامين عجبني هذاك التدخل الاول. لا هاد الميليشيات هادي الاخرى صحاب اللي هادو دوك معروفين وعارف انهم المغاربه نحيدوهم، لا همني الاولى شكون اللي كتستهدف النموذج المغربي ومن الداخل، حيت الناس غايفه واش العدل والاحسان
واش النهج الديمقراطي باش نقول لك النوع ديال اوكي غنديروا ولا نشوف العدل والاحسان قوه مغربيه محترمه نتاج مغربي يلاه اصدرت وثيقه سياسيه ماشي بعيد كنت مع بزاف ديال الزملاء محامين من مختلف التوجهات والتيارات في الدار البيضاء ناقشناها في نقاش راقي جدا يعبر عن وجه المغرب الذي أحلم به والذي أعرف أنه المغرب الحقيقي فيه تعددية واختلاف في الآراء وفيه احترام للآراء هذا مكون من المكونات المغربية معروف عند المغاربة ومعروف عند الدولة النهج الديمقراطي هذا هذه قوة تشتغل في المغرب ماشي عاد دابا اليوم بدات ولا ومعروفة التوجهات ديالها والاختيارات ديالها وراه لا يمكن أن يستمر المغرب إلا بهذا راه ما يمكنش تكون أنت سياسي أو لا صحفي ولا إعلامي وأن تطالب السلطة أن تكون ديمقراطية وأن تزايد عليها وتتهمها بهذا وتكون أنت بنفسك ماشي ديمقراطي راه كاين عندنا السي حميد بعض النماذج إلا بقينا لبعضياتنا يعني قد شي ياكل شي داكشي علاش كنقول لك خصوصية النموذج المغربي الذي صمد عبر التاريخ هو هاد القدرة ديالو على أن يستمر بالاختلاف والتعددية اللي كاينة فيه وما خصناش نضربوها لا هذا الطرف ولا هذا لأن التطرف في الحرب بيننا بعضياتنا ثم بروز النزاعات الاستئصالية والاتهامات والعنف والتمييز والكراهية في النقاش وهذا ضد هذا وهذا أنتم بغيتوا إلا ما عرفناش أن ندبر فيما بيننا في إطار مبادئ ديمقراطية عامة ما نجيوش نزايدوا على السلطة وعلى نقول لهم أنتم مش ديمقراطيين أنتم الديمقراطية ثقافة ومبادئ لا على سؤالك أستاذ أمينة حيت نقولوا معارضة مثلا برا بين قوسين ولا عندك نقولوا بعادل ولكن الخطوره في الكلام ديالك هو ان كاين ناس كيستهدفوا النموذج المغربي ويوجدون داخل طبعا طبعا شكون هما طبعا شوف كاين كل التعبيرات اللي كتخرج بمواقف متطرفه سواء كانت متطرفه سياسيا سواء كانت متطرفه هوياتيا سواء كانت متطرفه تجاه النظام وطبيعه النظام السياسي سواء كانت متطرفه تجاه هويه المغاربه والشعور العام ديالهم او لا في العكس أو لا في العكس عاوتاني التطرف في التكفير والتطرف في التعرض هادو كلهم أنا بالنسبة لي لا يستشعرون الخطر ديال استهداف النموذج المغربي في عمقه كتقصدي دخول المثلي والمس بالهوية لا ماشي حسيتي بك كنقصد انا السي حميد داكشي اللي كنقصد كنقوله ما نحتاج شي واحد يحس لا كفهمنا شوف التطرفات شوف تطرفات متعدده حنا راه غنجيو لهذا دابا في هذا النقاش اللي ديال مدونه الاسره وغيره غير مفيد للمغرب ولنموذجه القائم على توازنات انا بالنسبه لي استطاع ان يدبرها بذكاء وحكمه عبر تاريخه وهذا الشيء اللي جعل الامه المغربيه تصمد وتتميز داكشي علاش دابا انت ملي كتشوف شكل النظام المغربي ياك كاين فيه اماره المؤمنين موقع الاختلاف مع الاخوان في العدل والاحسان سي با غراف هاد الناس اللي كيستهدفوا رمزيه اماره المؤمنين دابا انت ملي كتشوف الدروس الحسنيه في رمضان بالسيميولوجيا التي ترسلها هاد الصوره في الملك كامير المؤمنين والحريص على المكان التي يتبوأها الدين الاسلامي في تكتيف وفي تمتين اوصال المجتمع المغربي ماشي اللعب هذا هضره التاريخ ثم نفس الملك اللي كيهبط وكيدير لاكسيون سوسيال وكيهبط عند الفئات الاجتماعيه وغيرها ثم كيعاود يلبس الكوستيم وكيدير الادوار الخارجيه في تمثيليه علاقات الدوله هذه التوازنات اللي كاينه فينا في نظام مغربي عنده تميز فيه الجانب الديني وفيه الجانب السياسي وفيه الجانب كذا الا جينا حنا طبعا مع انا راه سياسيه وازعم انني مناضله كاينه اخطاء واختلالات واشكاليات كنناقشوها داخليا فيما بيننا وما خصناش نتحرجوا في ان يكون عندنا سعه الصدر والمنسوب الكافي من الديمقراطيه الحقيقيه المؤطره بمبادئ التعدديه والديمقراطيه باش ننتقدوها وباش نطوروا النموذج ديالنا دستوريا وسياسيا وحزبيا وغيره ياك وبين اننا نجيو نستهدفوا هذا النموذج ونقولوا لا ونديروا احراجات يا إما نقولوا يجب أن تتجرد إمارة المؤمنين من هذا الطابع لأنه كاين هناك من يطالب ويرى في المجتمع المغربي شي حاجة أخرى بغي يخلقها منه راه هو يعتقد بأنه بغي يدير حداثة في أمور بسيطة ولكن في العمق الذي لما كيفهموش هو أنه كيمس أمور عميقة هي اللي لحمت هذه الأمة المغربية ومكنتها من أن تستمر وأن تواجه كل التحديات عبر التاريخ ياك هذه الأولى ثانيا الناس عاوتاني اللي كيزايدوا وكيقولوا لا راه اللي كيزايدوا على الادوار اللي كديرها اللي كدار اليوم في اطار هذه التوازنات وباغي نعاود ثاني شكون هادو باقي كل حساسيه وانت ما كتتابعش النقاش العمومي امين ابو عياش
شوف أمينة أبو عياش رئيسة مؤسسة إدريس الشجارة التي لا لا عفاك ما نديرش لي هذا الطريقة ولا باش الناس يفهموا ماشي طريقة حيت الخطاب ما يكونش ملعوب سياسي. أمينة أبو عياش رئيسة مؤسسة دستورية لم تحترم في نظري الاختصاصات ديال هذه المؤسسة شي المجلس الوطني بلاتي مؤسسة المجلس الوطني حقوق الإنسان من درناها ودرنا لها القانون وتقاتلنا عليه في البرلمان حينما كنت عضو في لجنة العدل والتشريع كانت عندها اختصاصات كبيرة وفيها دابا آليات الآلية الوقاية من التعذيب آلية ديال الطفل وديال الأشخاص في وضعية إعاقة وعندها أدوار اللي ما كتقومش بها في دابا 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 إلا بغات إلا بغى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا أن يركز على زواج القصيرات زواج القصيرات ماشي مشكل هذا رأيك ولكن علاش ما كنسمعوش هاد مثلا الطفلات اللي كيشتغلوا في البيوت ياك من 15 سنه رغم ان منصوص عليها في القانون حتى واحد ما كيدير عليها معركه حقوقيه نهبطوا نمشيو للكورنيشات ونمشيو للملاهي وديك الشيء ودور تما في هذا كتشوف الفتيات القاصرات اليانعات نمشيو نشوفوا تجاره البشر وشبكات الدعاره اللي كتصيفط لنا البنات المغربيات وانت كتعرف للاسف الشديد السمعه التي يحاول البعض ان يلحقها بفتياتنا هذا ماشي نقاش حقوقي نقاش حقوقي لا لانه ما يمكنش انت تجي تجرد من الادوار الحقيقيه التي يجب ان تناقشها بلا ما نناقش لك قضايا الراي والتعبير والاعتقالات وغيرها للمجلس الوطني لحقوق الانسان ما كاينش دور حنا جينا المجلس الوطني لحقوق الانسان ليس جمعيه نسائيه كبيره يجي ويقول الآراء ديالو كما كدير الجمعيات وهو من حقها هذه مؤسسة دستورية محكومة بمبادئ باريس فيها التعددية الفقهية والفلسفية والفكرية والسياسية والتي من موقع من موقع المسؤولية منين يكون واحد معين بظاهر في مؤسسة دستورية ما بقيناش في جمعية حقوقية ولا جمعية كنخدم فيها التوجهات ديالي أنا الخاصة وخا تكون عندي لا كنولي في واحد الموقع كيفرض عليا واحد المسؤولية خصني نراعيها لذلك أنا عاد التدبير الداخلي ديال المجلس الوطني حقوق الإنسان اللي أنا عندي اطلاع واللي هو مؤسف لا أمينة مشيت وصلنا لهذه النقطة وكنشكرك ليها واخا باقتضاب شديد تبعتي هذا المدام بغيت رأيك الولاية موضوع جدل وموضوع خلاف في داخل المدن بغيت استاذ امينه الولايه للمراه واش تكون عندها ولا لا كيفاش فين غتكون عندها ديال بعد الطلاق على بعد الاطفال الطلاق. شوف اولا مدونه الاسره انا كنعتقد بانه الخطا اللي درناه في المغرب والذي نستمر فيه هو اننا نخوض نقاشات نعتقد ان عندها طابع قانوني تقني دون ان نمنح الوقت الكافي لواحد النقاش مؤسس يتعلق بالمشروع المجتمعي ديالنا خليني عافاك انا نقول لك هذه الفكره حيت مهمه عندي بزاف تفضلي غير باقتضاب باقتضاب شديد دابا حنا الوقت اللي كنهضروه في المغرب هو الوقت الذي لا نخصصه للنقاشات الفكريه اللي كتحدد لنا المشروع المجتمعي شنو بغينا حنا من الشخصيه المغربيه دابا كاين واحد لو تيرم كيستعملوه بزاف في التداول السياسي كيقول الطا مغربي حيت ما كيبغوش يقولوا الهويه المغربيه حتى المغربيه شنو هي شنو بغينا بالضبط هذا النقاش ما بقاو عندنا مثقفين كيديروه ما بقات عندنا مؤسسات ديال الدوله اللي كتخوض نقاش كبير عنده طبيعة ثقافية سوسيولوجية دينية هوياتية معقدة حتى من جات لجنة النموذج التنموي ما قدرتش تقرب لهذا الشيء مشات الأمور التقنية والعادية وداك الشيء دابا مدونة الأسرة راه ليست قانونا تقنيا عاديا بسيطا تجي تقول لي شنو رأيك في طلاق الولاية ونبقى نقول لك النسب كذا كذا ماشي نقاش سهل أكثر من نقاش قانوني أكثر من ذلك بكثير دابا حنا فين هضرنا النقاش أهضرنا الوقت الذي يجب أن كان يجب أن نحدده لهذا مقومات الهوية المغربية المنصوص عليها في الدستور بتعدديتها شنو هي وكيف يجب أن ندبرها إذا اتفقنا غنجيو لهذه النقاشات الأخرى غتكون سهلة علينا إحنا المشكلة ما اتفقناش بين الخصوصية المغربية وبين الكونية ما اتفقناش بين أن يتبوى الدين الإسلامي كان الصدارة ضمن مقومات الهوية وبين رغبتنا في الانفتاح والحداثة خلينا هذا النقاش لأنه صعب معقد الأحزاب السياسية ما قداش عليه حيت جرات على المثقفين ولا مخصصة غير لمن عندهم نزوعات انتخابية وغيرها الناس ما بقوش قادين لا توندونس والادسنس وديك الشيء ديال المواقع التواصل الاجتماعي الناس ما بقاش عندهم قدرة أن يستمعوا إلى النقاش الفكري والفلسفي العميق ولينا باغين غير البز ولاية ضد واخا ماشي مشكل دابا حنا جات للاسف الشديد مدونه اسره في هذا السياق ما درناش هذا النقاش حنا فيها دابا غتسولني على قضايا تقنيه كل وحده خصها نقاش طويل ولكن الا قلتي لي دابا القضايا الخلافيه انا نقول لك واحد الحاجه يجب ان يكون لدينا حرص شديد على ان لا يكون النقاش المتعلق بمدونه الاسره من مداخل تفكيك بنيه المجتمع المتماسك وخص تكون عندنا مسؤوليه كمشرعين حيت انا منين كنت في لجنه العدل والتشريع ملي غتسولني دابا على انا كشخص زواج دون سن الاهليه انا غنقول لك البنت حتى 18 عام ما خصهاش تجوز 18 عام هذا رايي الشخصي ورأي بزاف ديال الامهات المغربيات والمغاربه عندك بنت 18 عام ما غتزوجهاش 18 عام باقي كتلعب بالنظر الى
دابا لا دابا ماشي بحال مواتنا وجدواتنا 14 عام كانت مراه والده وداكشي فاخره كنت دابا 18 ماشي فاخره حتى لا داك اللغه ديال لا ناضجانيت حيت بنيه المجتمع كانوا البنات كي دابا 18 20 22 24 البنات راهم باقين في تيك توك وباقين كيلعبوا هذا رايي انا ولكن ملي كنجي كموقعي كمشرعه هل من حقي ان احكم بانحيازاتي انا دون قراءه هادئه ومتفحصه لاثار النص على المجتمع ما منحقيش هذه هي المسؤوليه اللي كتعلمها ملي كتدخل المؤسسات لذلك عندي جوج الحوايج ان نحرص على هذا الشيء ونعتبر بان هناك شعور عام لا يجب ان نستهين به كما قلت لك في سياق يستهدف كل مقومات الهويات الجامعه الاولى ثانيا عندي منهجيه مدونه الاسره مقتنعه بها لا بد ان نثق في مؤسسه القضاء شتي الا بغينا نفيغوي الا كنا كنقلبوا نسدوا النص لانه ما عندناش ثقه في مؤسسه القضاء وفي الاجتهادات التي يمكن ان تقوم بها غنوليو كنديروا كارثه الحل المنهجي بالنسبه لي انه في القضايا الخلافيه الاستثنائيه لا بد ان نتركها هامش كبير للقضاء صحيح نثقوا فيهم نثقوا فيهم صحيح. ونعطيهم كافه الامكانيات التكوينيه والفكريه والتخصصيه والماديه ونعطيهم المؤسسات التي ستساعدهم بحال مؤسسات المساعده الاجتماعيه التي تدبر في الغرب بشكل سليم دابا ملي تقول لي الولايه مثلا الحضانه انا بالنسبه لي الحضانه ممكن تكون حضانه مشتركه ممكن تكون حضانه تمشي للراجل وممكن تكون حضانه تمشي للمراه انا هذا رايي الخاص شكون اللي غيحكم هذا الشيء نورمالمون كنخص القاضي وفق خصوصيه الملف بمساعده اجتماعيه قويه اللي توجد له التقارير والقدره على انه يتخذ القرار ويتخذ القرار في الولايه وفي الحضانه وفي غيرها المشكل ان القاضي مسكين دابا قاضي الاسره كيقول لك لا تحملني ما لا احتمل انا ما عنديش امكانيه نتاكد الملفات لذلك الا بغيتي تسد على تقول زواج دون سن الاهليه ما نخليهوش منين كتسد من نص سي حميد قاعده قانونيه حينما تغلق كل مخارج الامكانيات في النص القانوني كتولي كدير ازمه خصك ديما تخلي المخرج لانه الا جا عندك واحد الاب بنته 17 عام وقع لها حمل خارج مؤسسه الزواج مع واحد الشاب وجا عندك هي والديها وداك الشيء قدام القاضي وقالوا راه هاد البنت بغينا في السياق المغربي المعروف بغينا نستروها وتزوجوا السيد راه معترف وبغينا نزوجوهم هذاك القاضي ما يقولش لا انا عندي واحد النص كيقول باكستيون 18 عام كيقول له مثلا البنت راها في وضعيه كذا كذا راه ما نعطيونا استثناء علاش حنا بالله عليك ما الذي يضرنا في ان نترك هذا الاستثناء في يد القاضي وان لا معقوله لا هذه معقوله هذه الفكره وهذه وغيرها لا لا امينه في لا دي ان واش نتوما معاد لا دي ان فيها نقاش انا شخصيا فيه رايي وفيه راي الحزب ياك لا دي ان اولا وقع فيه نقاش كبير ولا لاحظتي حتى من داخل المنظومه ديالنا كان فيه الصوت ديال الدكتور احمد الريسوني معروف ياك حيث قال بانه بالامكانيه ديال اقرار النسب بلا دي ان وكان فيه الراي ديال الاستاذ مصطفى الرميد من داخل هذه المنظومه ديالنا اللي حتى هو مشى مع هذا التوجه مذكره الحزب الرسميه التي تقدمنا بها الهيئه ما كانش فيها هذا الاختيار ما وقع نقاش في الحزب الاختيار المؤسساتي ديال الحزب انه لا يمكن اننا نديروا الخبره الجينيه ونثبتوا بها النسب انا رايي الخاص الشخصي انا منحازه اكثر وهذا الشيء عبرت عليه لهذاك الراي ديال 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 الدكتور المقاصدي الاستاذ احمد الريسوني وديال اختيارات اخرى اللي انا بالنسبه لي اذا كانت عندنا الامكانيه اليوم ان نثبت النسب لان ديجا مدونه الاسره اليوم راه فيها ماشي غير الفراش والاقرار والشبهه والاقرار راه واخا يكون خارج الزواج يعني راه ماشي شرط ولكن الاقرار مناش كيمكننا منين كيجي الاب يقر ويكون مستلحق مع مستلحق وكيكون نسب واخا ما كاينش الزواج اذا راه ماشي الفراش هو المحدد الاساسي المحدد الاساسي هو شكون اللي ثبت لنا هذاك النسب وكاينه واحد المفارقه عجيبه في هذه النقطه قالها لي واحد القاضي في واحد مره في واحد الندوه قاضي اسره تخيل دابا حنا نثق باقرار الاب في نسبه الابن اليه ولا نثق في اقرار الام رغم انه بيني وبينك شكون اللي بصح عنده التحقيق هذاك الولد ديال من الام ياك ومع ذلك لانه حيت ممكن يكون تعدد ممكن يكون ما عرفناش حنا ولكن الام اللي كتعرف اكثر هي الام اللي كتعرف ياك ما كاين شي حاجه اخرى الاب كتكون عنده علاقه بهذيك الام وكيقول هذا ولدي القضاء يثق في اقراره ولا يثق في اقرار الام كارثه هذه مفارقه ومع ذلك كاينه ولكن علاش مدونه الاسره عبر المذهب المالكي وفقهه حافظت على الاقرار لانه كما نقول ديك القاعده انه المقصد من الشرع انه يتشوف للنسب ما يمكنش واحد يولد ونرميوه ونحملوا هذاك الطفل مسؤوليه غير اللي هو اذا انا بالنسبه لي لا دي ان ما كانش في عهد
الفقهاء الاولين الذين اجتهدوا، ولكن كاين دابا خبره تنجيه نستفدوا منها. نستفدوا منها، علاش ما نستفدوش منها؟ استاذ امينه مع النسب والتحملات الاجتماعيه والنفقه. نقطه اخرى ضروري رايك فيها، التعصيب كذلك موضوع جدل، بغيت نعرف رايك دابا. انا نقول لك واحد الحاجه، بحال النسب بحال التعصيب، التعصيب منظومه ارث، منظومه ارث كبيره. انا لست متخصصه فيها، وهذا ليس تهربا مني كسياسي، انا ما كنتهربش، ولكن اتهيب هاد النقاش ديال منظومه معقده ديال الارث. كاين هذاك الشيء اللي كلنا كنعرفوه ديال الامثله اللي كتعطى الاب عنده بنياته، خدم عليهم هو ماماهم، داروا لهم دويره، داروا لهم كذا، واحد النهار كيجي واحد الاخ ديالو ولا واحد العم كان عايش في استراليا ولا غابر في ما نعرف فين، وكيجي كيدير لهم ورد ديالهم كيمشي. هذه امثله كنسمعها وانا منخرطه في هذا النقاش وكنفهمه، ولكن الا كنا غنقيسوا في منظومه الارث بشكل عام، اولا التعصيب بعدا بالنسبه لي ماشي، ما فيهش من النصوص القطعيه، فيه هامش الاجتهاد، وراه فيه اجتهادات، والناس تكلموا في هذاك الشيء ديال السكن الرئيسي، حتى الحزب تبنى هذا الشيء ديال انه السكن الرئيسي يبقاو فيه البنات، يكون من ما يكونش، ولكن هذه اجتهادات. اذا بالنسبه لي انا منظومه التعصيب داخل الارث هي مفتوحه للاجتهاد، ولكن اجتهاد من؟ اجتهاد من لهم ادوات الاجتهاد. وهنا غنعرج على المؤسسات التي للاسف انا عندي عليها واحد العتب، واحد العتب. فينا هي المؤسسات المكلفه بالفتوى الشرعيه؟ عندنا المجلس العلمي الاعلى هو المكلف بالفتوى، عندنا مؤسسه العلماء. يفترض احنا مؤسسه العلماء احنا في امس الحاجه اليها في ان تؤثر هذا النوع من النقاش. لا ادري، ولكن انا بالنسبه لي سلبي. اذا الى المؤسسات ديالك اللي عندك لم تنخرط لتاطير هذا النقاش الشرعي بقواعده الفقهيه واللي كيثقوا فيه المغاربه، غتخلي الناس بحال هادشي اللي جبتي لي دابا في اليوتيوب، غير اللي خرج كيبدا يشير وخلي امينه ناس شي كيكفر وشي كيقول لك انت يا جريم، جرموا العلاقه، خرج من المله. واضحه عفاك بقتي نجرموا، كي اللي كيقولوا نجرموا التعدد. انا قلت لك راه انا وضعت لك منهجيه اللي هي الى عاوتاني سولتيني على رايي الشخصي، انا اعتبر ان التعدد فيه اضرار بالمراه، وانا شخصيا كمراه ارفض التعدد، وهذا الشيء قلته في الحزب وقلته خارج الحزب. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يعدد على ابنته فاطمة، وقال يؤديني ما يؤديها ويسوءني ما يسوءها. عفاك الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يعدد على ابنته فاطمة الزهراء من محبته لها، ولأنه عرف أن هذاك الشيء سيوقع بها ضررا. إذا أنا رأيي شي حاجة، ولكن أنا قلت لك قبيلة المنهجية أعطيو الإمكانية للقضاة. وكما عطيتك مثال قبيلة، مثال دابا واحد الراجل كيبغي مراته وبيناتهم واحد العلاقة أصيبت بشلل تام، وانا كنقول لك نماذج اللي كاينه في الواقع. كاينه صحيح. وبغى يبقى هو معتني بمرته ويعيش معها ويتهلا فيها حتى تموت، صافي ولات مسكينه. ولكن في نفس الوقت ذاك رجل ياك عنده احتياجات ديالو، مسؤوله عليها ايضا الدوله والمشرع. شنو كنقولوا له في هذه الحاله؟ ما الذي يسوء الحداثيين وهذا في هذه الحالة نعطيوها القاضي اللي عنده ضوابط وغيعرف هذا ما يستدعي حقيقة هذه الإمكانية، علما أنه هذا الشيء راه كنتكلموا على صفر فاصلة. ليست أصلا في ليست كلمة قضايا. كنطلبك في كلمة، عفاك ما تطوليش، بغيت غير كلمة ولا جوج. عبد الإله بن كيران الأستاذ، كلمة حقه. زعيم سياسي كبير، رجل وطني بامتياز، أنا شخصيا تعلمت منه الكثير كما تعلمه منه بزاف ديال أبناء المغاربة. وهذا لا يعني أني لا أختلف معه في مقاربات وفي التعبيرات وفي هذا، لأنه أنا عضو في الأمانة العامة معه، وحنا كلنا كنحتفظ بهذا الحق في أن نختلف مع بعض مواقفه وبعض تعبيراته، ولكن مع ذلك يبقى رجلا وطنيا. ياريت لو كانوا عندنا واحد 10 منه في حسه الوطني وفي خدمته لبلده ووطنه. واخا فيك قد كلمة عطيتيني 100. ايوا باش نقول لك سعد الدين العثماني. سعد الدين العثماني رجل ايضا وطني بامتياز، فقيه وعنده فقيه نعم، وعنده طبعا اجتهادات وعنده كتابات، دار تجربة سياسية عندي عليها ملاحظات كثيرة ومؤاخذات لم اخفيها يوما، وكن له كامل الاحترام. عزيزة لباح. عايز الرباح هذا من الرموز ديال حزب العداله والتنميه، اللي كان من رموز حزب العداله. اول رئيس ديال الشبيبه ديال الحزب، وكان عنده ودوز وزير ديال الحزب، دار مواقف لا اتفق معها مطلقا. انا ما عمر ما داز بيني وبينه لو كورون بوليتيك ولا على مستوى كذا، لا هو خدا مسافه، هو استقال واسس مبادره الله يعاونه فيها،
ولم نكن نتفق كثيرا على مجموعة من الاختيارات أنا وياه في الحزب، ولكن مع ذلك هو دار اختيار، هو حر في ذلك. احنا كما قلت لك قبيلة، إذا كنا نطلبوا السلطة والدولة أن تكون ديمقراطية، يجب أن نكون ديمقراطيين في تدبير اختلافاتنا، وهذا مهم. كنشكرك أمينة ماء العينين البرلمانية السابقة وعضو الأمانة عضو ولا عضو؟ عضو رأي عضو، ما كيناش عضوة في اللغة العربية، كما لا توجد شخصة كما فرنسية. لا توجد مدام لو مينيستر ياك فرنسية وفرنسا التوقع عندهم يقولوا مدام لو مينيستر الأكاديمية الفرنسية اسكو سي اون دي مدام لو مينيستر او بيان مدام لا مينيستر سيتي ان ديبا شي لي فرونسي تاعهم. مرحبا بك لالا أمينة، ونتمنى نستقبلوك في فرصة أخرى بحول الله. شكرا بعد على السعة ديال الصدر ديالك. بهذا متتبعات ومتتبعي القناة نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.